خلق الله الإنسان وفطره على الخيرية والطبيعة الزكية كالأرض الطيبة، إذا ما اعتني بها أنبتت بإذن ربها وأثمرت. وما وضع الله الإنسان في اختبار إلا ومكنه بمكنة الإرادة والاختيار، فهو صاحب القرار. هل يسير على سواء السبيل فيعزز خيرية الفطرة، أم ينقاد وراء النفس وسوء التسويل وينتهي إلى عاقبة الخسران والضلال؟ وعلى مر العصور استتبع التطور العقابي ظهور العقوبات السالبة للحرية، فأنشئت السجون كمكان ملائم لتنفيذ تلك العقوبات. فالسجن هو المؤسسة العقابية التي تترجم فلسفة العقوبة ووظيفتها وأهدافها إلى واقع تنفيذي ملموس. وغدت السجون المصرية تهدف في رسالتها إلى إصلاح وتأهيل للسجناء بعيدا عن تنفيذ العقوبات بالأساليب القديمة الرامية إلى الإيلام والإيذاء. فلم يعد للعقوبة البدنية وجودا في السجون المصرية. جاء ذلك تأسيسا على فهم أوسع وتأويل أرشد للفلسفة العقابية لعقوبة السجن، توافقا مع المقتضيات الحقوقية والكرامة الإنسانية. وتعمل الأجهزة الشرطية المعنية بالتنفيذ العقابي في مصر في منظومة بلغت من الرحابة أن تتسع لتشمل كافة مقومات التقويم والإصلاح وإعادة التأهيل لمواطن ضل الطريق السوي، فكفاه أن تقيد حريته جزاء لما اقترفه، مع حتمية تصحيح المسار من الانحراف إلى الاستقامة. ذلك الدور الذي تتبناه إدارة السجون المصرية على محاور عدة.